مشاهدي قناة شفت لي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط. أخليكم مع قضية زوج اللي أب لجوج أطفال، واللي الزوجة ديالو طلقاته من بعد ما كان رافض هذا القرار، هذا اللي هو قرار الطلاق، وكيقول بأن السبب الوحيد والرئيسي في هذا المشكل اللي وصل ليه هما خوت مرته، نسابه اللي تعداو عليه وضربوه وكرفصوه وخلاوه كله دميات ومرمي في الأرض، وكيحرشوا الزوجة ديالو عليه وكيقولوا لها راه ما صالحش ليك حتى طلقاته. كيقول اننا كنا عايشين مزيان، كنا عايشين بخير، كنت كنبغيها وما بغيش نطلقها، ما بغيش نفرط فيها حتى كان نعيش هذه المعاناة هذه. والسبب هو النسيب ديالي اللي هو اب الزوجة ديالي، كان مفارق عليهم، ما كانش عايش معهم من بعد انا حاولت انني ندخل بخيط ابيض وصالحتهم ورجع الاب ديالهم، ولكن هما كانوا دائما رافضينه ودائما كيتعداو عليه ودائما كيتكرفصوا عليه. وانا كنت كنقول لهم راه هذاك باكم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، يعني خاصكم انكم تقبلوه، خاصكم انكم تسامحوا ليه لانه كيبقى الاب. لكن هما كانوا رافضين هذه الفكره هذه، وتبنات عليها بناء على هذا المشكل هذا، تبنات العداوه، وحتى عرضوني للاعتداء. عنده شهاده طبيه فيها 24 يوم، وعنده صور اللي فيها صور اللي كتبين يعني الاعتداء اللي تعرض ليه، وكيقول انا كنطالب الانصاف ديالي وكنطالب العداله انها تنصفني والحق ديالي. هنا غنحاولوا اننا نستمعوا ليه ونعرفوا يعني اشنو وقع وشنو اللي خلى مرته بالضبط انها تلقو، وشنو شكون اللي ما خداش ليه حقه. مرحبا بك معنا، شكرا اختي. عاودنا شنو المشكل ديالك من الاول؟ المشكل ديالي هاد السيده كانت مراتي وباهم كان مفارق عليهم، ومن بعد صالحتهم انا وقلت لي راه الموت والحياه في الدنيا، هذا باكم تهلاو فيه وديروا. كانوا كاريين في دوار الحاج بيت، وكان عزيز عليا الله يرحمه، وكنت معاه. من بعد ديتهم كانوا كاريين بيت واحد في الجيران في دوار الحاجة، ديتهم انا عند واحد المراه، قلت لها بغينا نشري واحد بقعه ارضيه في عين حلوف، شراو تماك، شريت ليهم تماك، ما بقاوش كاريين، تهناو من الكرا. المهم باهم بقى معاهم مسكين، تا هو ضرب تماره في هذيك الدار هذيك، عارفه تيحفر وتيبقى تماك بحال العساس تماك، وهما باقين كاريين بيت هنايا. تا صاوبوا الدار وبشا معاهم باهم. من بعد تنتفاجأ انا، عيط عليا خالها من سيدي قاسم هنايا في دار امي، كنت باقي هذيك الساعه ما شاريتش تما، كنت في دار امي. عيط ليا خالها قال لي عبد الكبير، قلت لي شنو؟ قال لي السير راه ابراهيم تيدابز مع مراته. قلت له انا هذاك مراته دبر راسهم، حنا صالحناهم دبر راسهم مراته راه ولادهم. قال لي لا سير تماك. وهذا جات الزوجه ديالي قالت لي نمشي، قلت لها في الشرط طلع معاك، ولكن انا ما تعيري باك ما والو، كيما كان الحال تيبقى باك باك. المهم مشينا لقينا ولدو تيتكرفس عليه، ولقينا كلهم. مرتي بغات تنوض، قلت ليها والله تنطلقك الطلاق الثالث لا نتي، قلت لهم عيب عليكم، تنقسم بالله وهذا الكلام واثق منه. المهم قلت ليها رباك هذاك شويه، قالوا لي ما تعشاش معاه، قلت لهم ماشي كلب هو غادي نتعاملوا هذه المعامله السيئه، قلت لهم هو راه تيبقى باكم. قال لي ماشي باو الكلام الخاسر، تيعايروا بالكلام الخاسر كلهم. المهم سيد مسكين المهم وحضروا فيها رجال الدارك الملكي هذاك الوقت، وجبد نسيبي الله يرحمه قال لهم لا اعتقلتوني، دار الجنوي بحال هكا على كرشو وقال لهم لا اعتقلتوني غادي ندير، قال لي يلا معايا، قال لهم والله تنقتل راسي. المهم مشاو للدارك الملكي، حوزوا واحد السيد لا كان بغى لا كان تيشوفنا وغادي يشوفنا ويقول الحقيقه، وبات عنده وشهاده الله ورمضان هذه لما بات هذاك السيد عنده، بات هذيك الليله عنده ومشى بحاله. كيبقى فيك نسيبك معلوم، انا ولادي تنقسم بالله تنديهم للقبر، ولادي بجوج بلا خبر، الزوجه ديالو بلا خبر تنديهم للقبر عنده، وانا اللي عيطت للعقايد مني مات قبل لا جابو، وقبل تنقول للزوجه ديالي انا تنقول ليها شوفي قلبي على باك الموت والحياه، تقول لي عبد الكبير هذاك تيطفي التليفون، تقول لها ياك ما يكون مريض بحال اللي علمني الله، السيد كان عنده السرطان مريض بالسرطان، تنقسم لكم بالله تنقسم لكم بالله العلي العظيم، مريض بالسرطان هذاك السيد كان مريض مسكين، تا مات عاد عيطوا ليه وجاو تقربته الروح، وشديته انا وديتو لومبيلونس، قلت لي نسيبي واش نعاود نجيب لك لومبيلونس، قال لي لا هذيك الساعه
هاد ولدو اللي تكرفس عليه وهاد ولدو اللي ضربو مشى الكورونا، راه في خبار سعادات القايد ديال المنزه شداتو كورونا وهو حالف. انتي بقى لي انا ما بغيتش نشوف، منين نبغي نموت ما نشوفش وجه ولدي، وفعلا ما شافوش. مشى سيدي يحيى شدوه تماك وانا بقيت معاه، وتيقول لي انت بسيري عند راجلك هذيك الساعه فيما تجي نسمي الاسماء، انا فيما تيجي خواتاتها تيحرشوا عليا المراه. قالت لي بني، قالت لي شري لي وبعت الطوموبيل ديالي، والطوموبيل ديالي كنت خدام بخير انعاش، وتنخدم عند الناس من هنا ومن هنا ونبريكولي من هنا ونوفر، والكسيدات ديالي جوج. اسمح لي، قلتي لي وليداتك كنتي كتهزهم بالتخبيه على مرتك وتديهم للقبر باش يترحموا على جدهم؟ اييه، وهذا هو تقدر عنده 11 عام. لا انكر هاد الكلام ماشي صحراوي قح، حيت حنا تربينا ولاد الاصول، تديهم وتندير حتى معانا جارديني وتندير حتى الغرس، وتيقولوا باش شكون اللي جاي يسقي القبر، وانا اللي كنت ندير هذوك الفعايل وربي شاهد عليا. كنتي كتدي وليداتك للتخبيه يا مرتك باش ترحم على نسيبك اللي هو باها، هي ما كانتش كتمشي ترحم على باها. لا كانت تمشي، كانت هي. ولكن علاش كتدي ولادك للتخبيه؟ تنديهم التخبيه على الاخرين ماشي على نسابك. على نسابي هي كانت تمشي كل جمعه تمشي تترحم على باها، وبقى فيها باها من دونهم، وتنقول لها انت خواتك كاع ما تيجيو هنا وما تيمشيوش. تناقشت مع هاد خوتها اللي جابها دابا الزداع، قلت لها سيري ترحمي على با، بقاتها با 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 البكا. قلت لها الله يهديك، قلت لها الله يهديك، هذيك راه ما عندهمش الحق. واخا هنايا بدا المشكل، بناء على هاد يعني المشكل العائلي بدات المشكل ديالك الزوجي، العلاقه ديالك الزوجيه بدات كتغير مع الوقت. مع تتغير مع الوقت، ديما تنجي من نسيبي ماشي تنجي منه، تنجي من الحق. ديما تنقول لهم هذاك رباكم، هذاك رباكم ما تفوتوش، هذاك راه واحد النار. انا راه عندي اب وعندي ام، راه واحد النار، وعندي جوج وليدات واحد النار. انا حياتك الزوجيه ضاعت بسبب نسيبك اللي انت كنت كتوقف في حقه. بس بسبب نسيبي وجات الله يرحمه اللي راه مات دابا. الله يرحمه، الله يرحمه. انا اللي بلغت سعاده القايد ومشيت معاهم ودرت العشاء في سبيل الله، ما تنمنش، ما داروا لي حتى العشاء، حتى القران ما طلقوش، خاتمت عليهم انا على رقبتي، وهادشي اللي تنقول انا واثق منه. الله يستر. واخا هنايا شكون اللي ضربك؟ هنا ضربني بدر دليمي. لا ما نذكرش الاسماء، شكون شكي يعني نسيبك؟ نسيبي، نسيبي. ما نذكرش الاسماء. نسيبي ومراته وخت الزوجه ديالي. هذيك خت الزوجه ديما تتعدى عليا، ضربوني بحجره هنا، هما الغراس في راسي، سته الغرزات، سته. ضربوني هنايا وضربوني حتى هنايا، هنا راه مضروب هنايا، تصاور عندي، ومشيت درت شهاده طبيه، ولكن هي لقيتها في السبيطار ما عرفتش، ما مضروباش هي وما كانش، وتا هي شوف ضربت راسها ولا شنو، ما عرفتش على من تلوح الباطل، واش عليا ولا على خويا. ولد اختي بعدا ما كانش، ولد اختي تنقسم بالله وبرب العزه ما كان ولد اختي. خويا مشى يشري القفل، خويا مشى يشري قفل ومشى يشري السوارت، خويا مشى يشري قفل ومشى مني جا لقاهم طايح، هما اللي عيطوا للدرك الملكي، هما اللي عيطوا للدرك الملكي. علاش ضربوك هذاك النهار؟ ضربوني، خداو لي السوار ديال الدراجه الناريو ديال السوارت، قالوا لي خوي ثلاثه شكايات دافع عند الوكيل الملك، تيقولوا لي انت طلقتي اختي ما تبقاش هنا، دراري تيجيو عندي، ولدي الصغير. انت طلقتها ولا هي طلقات؟ هي اللي طلقتني، طلاق الشقاق. انا ما بغيتش نطلق، انا بغيت ولادي، نبغي ولادي، تنموت عليهم. ولدي الكبير راه قريب يشد الكحله، وديما تنسري لهم بيكالا. تطلقتني هي، قال لي بابا سيف الدين بغيت بيكالا، قلت لي واخا وليدي شري بيكالا، شريت لي بيكالا، ماشي مشكل انت نضرب. وهذاك ولدك هادشي عادي، مسألة طبيعية. داك ولدك وراه رماتها، وراه جابتها لعندي ورماتها، قالت لي سير. قلت لها الحاد انا عاد من عندك وخليها عندك. قلت لها اجي يا ولدي، انا ما انا هادشي ديال ولادي. واخا نهضرو فيما هو اساسي، شنو انت شنو كطالب انت دابا؟ شنو الموضوع الجوهر يعني اللي خلاك انك تتصل بقناة شوف تي في وتراسلها؟ انا حسيت بالحقرة وبالظلم، انا بغيت ينصفني، بغاو ينصفوني الدرك الملكي، لان انا تنمشي لعندهم وما تياخذوش ليا حقي. انا بغيت المسؤولين الكبار هما اللي ياخذوا ليا حقي من هاد الناس،
واش هذا اللي خدا لك سيرو ديال الدار، خدا لك سيرو ديال الموتور، وهو مخربش ليا الموتور وحيد ليا هادي، وتنمشي عندهم ودخلوا عليا جوج الخطرات، تنقسم بيميني تدخلوا عليا جوج خطرات، انا لو كانوا حدايا خوتي وساكنين انا حقروني. واحد السيده وقف دارك الملكي وقالت ليه قالت ليه جارتي هي ما عرفتش اني سمعتها حيت كنت طايح، قالت ليه هاد السيده داتي تعدوا علي، قال لي تمشي تشهد، قالت لهم لا ما نقدرش لان نساب، قالت لي المهم انا قلت كلمه الحق، تعدوا علي تعدوا عليا ما هي مره وما هي جوج، راه ثلاثه المرات داير شكايه عند الوكيل الملك، وتنقول لهم راهو ما يتعدى عليا يقتلوني. انا براكتي تقولوا لي خوي كم من الدري تيجي عندي، واحد النهار شاد عليا واحد الدري سيف الدين الصغير هاز حديده، هذاك خالو هز عليا حديده ومعايا طفل صغير، ودرت شكايه عند الوكيل الملك في هذا الكلام اللي تنقول، وتيقول لي كذا ما خلاش ولدي يجي لعندي، جاي لولدي تيجري عندي. واخا انت فاش عرفتي درتي شهاده طبيه؟ درت شهاده طبيه 24 يوم فيها، وديت المحاميه الاستاذه وشدت عند سعاده الوكيل الملك وعطاتني البرا، وديت العين عوده، من بعد ديت العين عوده كتب في هذاك قائد الدرك الملكي، ديت المنزل قالوا لي سير تنعيط عليك. شحال هذه باش وقعت؟ دابا يلا ديت اليوم والبارح، يمكن مع راسي تيدورني يمكن هي والبارح. ولكن كنت ديتيها من قبل، حيت الا كانت البارح وما تفاعلوش معاك راه باقي الحال، واش انت من قبل كنتي مشيتي وما تفاعلوش معاك؟ ودرت شكايات عند وكيل الملك شي 3 شهور دابا، الاولى وفي الثانيه، وهذا اللي دالك راه خصو يجي، هذا اللي دالك سارو ديال محالك كونفيونسيه طلقاتني، ما تيسالو في السوارت والو، هذا راه خصهم يجيبو ما يحقو معاهم. الدار في الاسم ديالك ولا في الاسم ديالك؟ لا في الاسم ديالي، عندي براكه انايا وداير ليها باب ديال الحديد. رسالتك الأخيرة شنو هي؟ رسالتي تنقول من المسؤولين الكبار اللي في الدرك الملكي ينصفوا لي حقي، وتنطلب من وكيل الملك ياخذ لي حقي، راني مظلوم وهاد خواتها تمعدين عليا، وتنطلب ياخذوا لي حقي من ختها ومن خوها ومن مراته. هاد الناس ثلاثة الأشخاص، ثلاثة والرابعة راه ديما كل مرة يجيني كل اللي حضر فيهم تياكل العصا، وتمن خوها الآخر، جوج خوت. هاد الناس تعداو عليا وقهروني قدام ولادي، كاين شي أب تيقول لي كلام فاز، تيقول لي كلام فاز قدام ولادي، أنت برقاك وبمفهوم خر حشمت نقولو لك قدام الولاد ديالي. أنا مني تتكون شي حاجة يكونوا حدايا ولا شي صداع ولا شي، تقول لك بعدهم ملي تمشي للقانون تيقول لك انت برقاق، وهو ماشي بهذاك المفهوم قدام ولادي. خسر الهضره بتخسر الهضره. ومراتي جات لعندو واحد النهار دار عليا حجره قدام ولدي في الموتور ديالي باش ما ندوش، وقلت لي خليه يدخل خالك وغادي نحيد الحجره باش ما ينوض الصداع، ضربني بزرواطه ومشيت عند لاجوده الشاف انا وولدي حاضر عليها، قال لي جيب شهاده طبيه ونصيفطو دابا، ما كاينش السباب في البلاد، هذا لاجوده شاف. ومني جيت عند قال لي العلاقه، قلت لي العلاقه الحمد لله انا ومرتي دابا مزيانه بخير، ايه هما الله يهديهم. ومني مشيت عندها قلت لي على وجهك انا ما ندير لا شهاده طبيه لا والو، وهو يقول لولدي محمد علي، قال لي اها ماما راه مشينا عنده وقال لي جيب شهاده طبيه، ديما مكرفسان عليا. يعني في هذه الحاله راه خدم معاك وانت اللي تراجعتي؟ لا هذه في الاول، قبل ما يكون هذا لا جودان ديالي. اللي تبدل هذا ماشي لا باقي باقي هو لا جودان هو ديالهم، هذه خدم معايا في الاول، في الاول هذا لا جودان دابا دا انا ما تندخلش عند لا جودان، في الاول خدم معايا قال لي جيب شهاده طبيه حكيت لي انا ولدي، ولكن دابا ما خداوش ليا حقي، حتى نمشي ما خداوش ليا حقي، لان دابا الساروت ديال الدار داه ليا، والسارو ديال الموتور داه ليا، وتا ديال التقدم تاع عطيني با الساروت مني نجي ضايف هنا ندخل داو ليا السوار. رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره انا بغيت حقي، وهذيك السيده اللي طالبه الطلاق ودار الطلاق الشقاق ومشاو، وانا خدام في الانعاش الوطني في توارقه ب 36000 ريال، وخرج ليها القاضي 500 درهم الكره و 16000 ريال ديال الدراري، انا ما نتي نقسمها معاه ما عنديش مشكل، ولكن انا مش قال لي 10000 شنو ناكل انا الحجر وانا مبلي بالكارو باش نركب باش ندير،
انا ما السيده هذا انا ما طلقتهاش، هي اللي طالبه الطلاق وخرج لي 60000 ريال ديال العده وضربه معايا 13 عام. هاد السيده اللي ضربه معايا 13 عام انا مني خايب؟ علاش ولدت معايا جوج ولاد حتى 11 عام؟ مني انا خايب حتى لهاد الدرجه؟ ما العام الاول، العام الثاني، العام الثالث طلق. علاش انت ولدت الولاد عاد وليت خايب؟ وتقول لك ونزيد ناكد تنقول لك، تقول القاضي وانا ما هدرتش قدام القاضي، هدرت في التحقيق، تقول شدني، تيشدني على دارنا صلة الرحيم وتيضربني ويعنفني. لو كنت تنضربها ونعنفها 13 عام تبقى صابرة. هاد السيدة تتكذب، انا ما ساتش عليها بالقفل، انا كان عندي اي باب ديال الخشب، ما كانش عندي باب ديال الحديد، وتنخليه مفتوح وتنمشي نهار كامل وانا خدام نهار كامل، ودارهم حدا الدار، دارهم حدا الدار. لان الرساله واضحه مشاهدي قناه شوف تي في، كيطالب بالانصاف ديالو والحق ديالو من بعد ما تعرض للاعتداء من طرف نسابه، واللي كاينين صور اللي كتثبت يعني هذا حجم الاعتداء اللي تعرض ليه، وكاين شهاده طبيه اللي حتى هي كتثبت يعني حجم ديال الاعتداء اللي تعرض ليه، كيطالب بالانصاف ديالو. ونتمنى رسالته توصل. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نقول لكم دمتم بالف خير والى اللقاء.